طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر، ودائما الدولة المصرية بتسعى لتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي مع كل الأطراف الدولية. علشان كده وزيرة التعاون الدولي أعلنت عن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة ما بين 2022 و2027. خلينا نفهم أكتر ونعرف يعني إيه اتفاقية قطرية ونعرف مزيد من التفاصيل ومردود هذه الاتفاقات على الاقتصاد المصري من الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي موجود معانا عبر سكايب. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تفهمنا يعني ايه اتفاقية قطرية وعوائد هذه الاتفاقية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. صباح الخير استاذه هدير، صباح الخير استاذ احمد، وصباح الخير على جميع المشاهدين. يعني طبعا الاتفاقيه والتعاون والاحتفاليه اللي شفناها بالامس هي ليها عده رسائل. هو الموضوع ليس فقط لان كتير بياخدوا من زاويه واحده وهي المردود والعائد من هذه الخطه، وده هنتكلم عليه بالتفصيل، لان الصراحه ما حدث بالامس هي يعني طفره في العلاقات الدوليه بين مصر والاتحاد الاوروبي في ظل التحديات اللي بيمر بيها العالم بالكامل من استمرار للازمات. برغم الاستمرار في الازمات وبرغم التحديات دي، ولكن بالامس هذا التعاون وهذه الاحتفاليه كانت بمثابه ليس فقط تعاون مع البنك العربي، البنك البنك الاوروبي الاوروبي لاعاده البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه، ولكن هي رساله ان مصر منفتحه على مزيد من الشراكات ومزيد من التعاونات مع عده جهات دوليه. يعني راينا بالامس بالفعل وزيره التعاون الدولي بتتحدث ان هذا الاتفاق ليس الاخير، ولكن في اتفاق اخر مع البنك الافريقي، وفي اتفاق اخر ايضا مع الامم او البنك الدولي. بالتالي ما يحدث بالامس هو رساله للعالم بالكامل ان مصر منفتحه على مزيد من الشراكات والتعاون، وهذا ما اكده ايضا او حسب وفقا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفاده القصوى من الشراكات الدوليه. يعني خلينا اوضح لحضرتك برضو استاذ هدير ان نقطه الاتفاقيه في الامس هي ليست وليده اللحظه، مصر اصلا من مؤسسين هذا البنك، ودي نقطه مهمه جدا. مصر من مؤسسين هذا البنك من 1991، وبدا التعامل مع مصر من او الاستفاده من هذا البنك في الاقتصاد المصري من 2012 وحتى اللحظه، ومستمرين في هذا التعاون. استمرار هذا التعاون ايضا بيؤكد على ان البنك الاوروبي شايف ان مصر جهه استثماريه مهمه جدا وجهه امنه، ويعني رساله ان مصر بالفعل مستقره امنيا وسياسيا واقتصاديا وايضا صحيا وقادره على صد هذه الازمات. احنا البنك الاوروبي بنتحدث انه صرف او استثمر في مصر حوالي 8.7 مليار دولار من 2012 وحتى هذه اللحظه. بنتكلم ده حجم استثمارات دكتور احمد، يعني ده حجم استثمارات البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه في مصر بشكل عام، ولا ده مخصص للمشروعات بعينها؟ لا طبعا هو مخصص طبعا بمشروعات بعينها، لان لكنها مشروعات في النهايه خاصه باعاده التعمار الاعمار والتنميه. طبعا طبعا، ولكن هي بيبقى كل هي الفكره كلها انه بيبقى في خطه خمسيه كل خمس سنين بين مصر وبين البنك الاوروبي، كان اخرها من 2017 ل 2021، ودي تم صرف فيها 5.8 مليار يورو في هذه الخطه. الخطه الجديده اللي مصر شغاله عليها دلوقتي، وده اللي كان بيتم توقيعه بالامس، وهي من 2022 وحتى 2027. الخطه الجديده يعني بتتركز على ثلاث محاور، الثلاث محاور دول هم التركيز على دعم وتحفيز القطاع، مشروعات القطاع الخاص، ايضا التركيز على الاقتصاد الاخضر، وطبعا بالاضافه الى دعم وتحفيز النمو الشامل والمستدام ومشروعات النمو الشامل والمستدام داخل مصر. فدي الثلاث محاور اللي الخطه الجديده في مصر مع بنك الاوروبي شغالين عليها، وخاصه يعني ده بياكد كمان نقطه مهمه جدا، ان وده اكده بالامس على فكره مارك بومان وهو نائب رئيس البنك الاوروبي في
الاحتفاليه بالامس، ان هم شايفين ان ما يحدث في مصر، او احنا جينا ماضينا مع مصر اتفاقيه جديده، الخطه خمسيه جديده، لان ما حدث في الخمس سنين اللي فاتوا بياكد ان مصر منفتحه على القطاع الخاص، ودي نقطه دكتور مهمه احمد جدا. انا عايز اتوقف مع حضرتك عند الخمس سنين اللي فاتوا في اطار الاستراتيجيه السابقه. حضرتك قلت كان 5.8 مليار يورو، 5 مليار. مصر استفادت ازاي من هذه الاستراتيجيه السابقه من 2017 ل 2022؟ يعني صراحة يعني كمية المشروعات اللي تمت في خلال الخمس سنين اللي فاتوا مهمين جدا، لأن وبالفعل لازم نسلط عليهم الضوء، لأن ده بيأكد كمان إن الخمس سنين الجايين هيبقى فيه تركيز على القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر والمرأة. فيعني إحنا شفنا لو بنتكلم بالأرقام، ففي الخطة اللي فاتت هنلاقي إن الخطة ساهمت في زيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة أيضا لإتاحة خطوط الائتمان للمؤسسات المالية، يعني بنتكلم بقيمة أكتر من 2.5 مليار يورو، واستثمروا 92 أو 93 أو حوالي 93 مليار يورو في صناديق أسهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكرر، هو التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للقطاع الخاص، يعني بنتكلم في 76% من مشروعاتهم أصلا أو من تمويلهم رايح للقطاع الخاص داخل مصر، وده بيأكد كمان إن مصر بتساهم في مساعدة القطاع الخاص وليس فقط مشروعات الدولة. طبعا احنا شفنا ان في عدة برامج اشتغل عليها البنك الاوروبي داخل مصر في الخطة الخمسية اللي فاتت، كان منها كمان برنامجين مهمين جدا، وهم برنامج المرأة في سوق العمل والشباب في سوق العمل، وده كان هدفهم تعزيز وتنمية المهارات المالية. البنك قدر يقدم من خلال البرنامجين دول 101 كارد لمشروعات صغيرة ومتوسطة بتقودها المرأة في إطار البرامج الخاصة بالمرأة. الحقيقة كمان إن البرامج التنموية دي المهم في الآخر إنها هل قدمت لمصر نتائج بالفعل ولا هو كارد وخلاص. هنلاقي إن أكتر من البنك قدم أكتر من خدمات استشارية لأكتر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة، والنتيجة في الآخر إن 59% من هذه الشركات قدرت إنها تزود عمال وقدرت إنها تزود موظفين. طبعا 59، احنا بنتكلم 60، حوالي أكتر من 60% قدروا إن هم يزودوا عمال وموظفين، يعني بيقللوا معدلات البطالة. بالتالي ده معناه إن الشركات أو هذا البرنامج ساهم في بالفعل نجاح مشروعات كتيرة جدا داخل مصر، وبالإضافة أن في 66% من هذه الشركات قدرت أنها تزود الإنتاج بتاعها، وفي 21% من الشركات الصغيرة والمتوسطة حصلت على خدمات استشارية نجحت كمان أنها تزود صادراتها. فاحنا بنتكلم ان هذا البرنامج مش موضوع ارقام بس او احتفاليه كما يتحدث البعض، لا، احنا امام تعاون مشترك ناجح بكل المقاييس، قدر يساهم في تراجع البطاله، يساهم في زياده الانتاج، بالاضافه الى طبعا زياده الصادرات وحجم المبيعات، فبالتالي متوقع مزيد من النجاحات. بنتكلم كمان في ان هذا البرنامج حتى في الخطه الخمسيه اللي فات كان مركز على الاقتصاد الاخضر، وقدر يقدم تمويلات لمصر بقيمه 2.1 مليار يورو، ومن خلال 63 مشروع في الاقتصاد الاخضر، منهم 23 مشروع في قطاع الطاقه المتجدده. وده كان خلال الخمس سنين اللي فاتوا، وده استمرار ليه برضو نفس النهج او استمرار في التركيز على الاقتصاد الاخضر، خاصه ان مصر في الخطه بقى الخمسيه الجديده كمان احنا شايفين بدانا او شفنا بالامس بالفعل ان البنك الاوروبي مضى بروتوكول مع وزاره الكهرباء ووزاره البترول ل كمنحه لزياده الاستشارات في التحول نحو الاقتصاد الاخضر، وخاصه طاقه الهيدروجين اللي بتاتي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واللي الحمد لله مصر يعني ده موجود أصلا عندنا متاح، فبنبدأ نزود الطاقة المتجددة في هذا المجال، خاصة ده كمان بيأتي ويمكن قبل ويمكن هو ده التوجه العالمي يا دكتور بشكل عام، فكرة اللي هو إنتاج الطاقة من الهيدروجين، يعني ده توجه عالمي، ومصر ما كانتش هتتجه لهذا الملف تحديدا إلا بعد وجود فائض من إنتاج الكهرباء لديها، وده بسبب يعني الخطة الرشيدة اللي قامت بيها مصر في هذا الملف. لكن حضرتك أثناء الكلام قلت إن الاتفاقية دي يعني جت أو
تجددت نتيجة يعني تأكيد القائمين على هذه الاتفاقية بأن مصر منفتحة واقتصادها منفتح على القطاع الخاص. فيهمنا نعرف هنا أن الاتفاقية دي هل بتشمل تمويل القطاع الحكومي فقط ولا أيضا تمويل قطاعات أخرى مثل القطاع الخاص؟ بالظبط طبعا، بالعكس هي هذه الاتفاقيه مركزه اكتر على القطاع الخاص. 76% من التمويلات او الاستثمارات اللي هتبقى من البنك الاوروبي هي متجهه اصلا للقطاع الخاص داخل مصر، و24% فقط للقطاع الحكومي. يعني حتى لو بنتكلم على، يعني بعض يتحدث مثلا هل الطاقه المتجدده هل القطاع الخاص هيقدر ان هو يساهم فيها؟ بالفعل، لان مصر بالفتره اللي فاتت عدلت من قوانينها بحيث انها تخلي وحطت قوانين واضحه وصريحه للتعريفه من الطاقه الشمسيه وكيفيه توريدها للحكومه من القطاع الخاص. فيعني بالفعل هذا البرنامج من البنك الاوروبي هو اصلا تركيزه اكتر على القطاع الخاص في الخطه الخمسيه اللي فاتت وحتى في الخطه الخمسيه الجديده، وده اللي اكده مارك بومان بالامس في الاتفاقيه وهو نائب رئيس البنك الاوروبي، ان هو انا بجدد الاتفاقيه لان بالفعل مصر نجحت مع القطاع انها تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص داخل مصر. ودي نقطه مهمه قوي لان احنا بنتكلم من 5 سنين فاتوا كمان، يعني ده هو بيتكلم مش بقى في الجديد بس، ده بيتكلم ان دور القطاع الخاص في مصر من 5 سنين فاتوا مصر قدرت ان هي تشارك معاه، وده شفناه بالامس. لان اللي كان حاضر على فكره في الـ في الـ في الـ في, الـ في هذا الاتفاقيه ليس فقط الحكومه، ولكن كان في ناس، يعني كان في الكثير من المجتمع المدني وايضا الكثير من رجال الاعمال الشباب كمان في مشروعات. ويمكن ده يا دكتور اللي بيعزز ثقافه الانفتاح على يعني كل الجهات المشاركه في مجال التنميه تحديدا. واحنا بنتكلم ان النهارده يعني في عام 2022 هو عام المجتمع المدني، فعشان كده كان في أهمية كبيرة جدا لمشاركة المجتمع المدني في مثل هذه الاتفاقية اللي هتساعد أكيد يعني إن ال5 سنين اللي جاية كمان تبقى أفضل من ال5 سنين اللي فاتت. لو حضرتك اتكلمت عن إنجازات في 5 سنين فاتت، لا اللي جاية هيبقى أفضل كمان إن شاء الله. طبعا. دكتور طبعا. أحمد معطي الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.